قصفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مساء الاثنين حيا سكنيا بمحافظة تعز تسبب بإصابة طفلتين بإصابات بليغة. وقال مصدر طبي بأن الميليشيات قصفت بعدد من قذائف الهون والمدفعية حي المطار القديم غرب مدينة تعز أسفر عن إصابة طفلتين بجروح بليغة وتضرر عدد من المباني السكنية. وأضاف بأن الطفلتين هما رينا منور غانم الحمادي 15 سنة وأصيبت في عنقها، ورغد منور غانم الحمادي 10 سنة وأصيبت في كتفها. كما أدى القصف إلى تضرر مباني سكنية في الحي الذي يتعرض باستمرار لعمليات قصف ممنهجة من قبل الميليشيات المتمردة.